نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبدي استعدادها لمزيد التفاوض مع سلطة الإشراف حول المسائل العالقة تنفي أي إمكانية لسنة بيضاء. الترفيع في تسعيرة التلقيح ضد الحمى الشوكية يفاجئ المعتمرين، ومرده اعتماد صيغة جديدة للتلقيح وفق وزارة الصحة ومعهد باستور. والاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يبحث في يومه الثالث دور القطاع الخاص في التنمية. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثامنة. انعقدت صباح اليوم الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. الهيئة أكدت أن لا نية في الذهاب إلى سنة بيضاء، وقررت الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى يوم 13 من أفريل الجاري كحد أقصى، مع إمكانية الانعقاد مجددا في صورة وجود تطورات في علاقة بمطالب التعليم الثانوي. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل الأسعد اليعقوبي أن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي مستعدة للتفاوض مع سلطة الإشراف نافيا أي إمكانية لسنة بيضاء. القاعدة الشغلية تقول أن المفاوضات هي الحل، ما عدا ذلك سيكون تصعيد بتصعيد، وإذا واصلت الوزارة والحكومة التصعيد فسنفهم أن هذا التصعيد هو في اتجاه يعني آخر مغاير لرغبة التوصل إلى حل، وبالتالي نحن سنحمل وزارة التربية ورئاسة الحكومة يعني ما كنا نردده فعلا، لأنه الذهاب في التصعيد يعني الذهاب إلى لا قدر الله يعني التأثير على السنة الدراسية. نحن إلى حد الآن يعني نحمي هذه السنة الدراسية، سنمنع أي إمكان، وهذا نقولوه وخلي الناس كل تسمعوا وخلي الناس كل اللي عنده حجر يطيحها، سنمنع أي إمكانية للذهاب إلى سنة بيضاء. من جانبه عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال زيارته للهيئة الإدارية عن تضامنه المطلق مع مطالب الأساتذة، وأن هناك بوادر انفراج للأزمة في القريب العاجل. وإن شاء الله فهمني قطاع التعليم الثانوي اللي هو مخدته ناس مطية لتأليب الرأي العام وكذا، إن شاء الله فهمني كي معدت من قبل في لمساته الأخيرة ومشت حل، وإن شاء الله تكون سنة دراسية ناجحة، وهذه الرسالة نبعثوها لأبناء شعبنا، وكنا زاد راهو عندنا أولادنا والناس كلها مش كما يقولوا راهو يقروا في القطاع الخاص، يقروا كان في القطاع العام، وإحنا مؤمنين بالقطاع العام والمعركة نتاع إصلاح القطاع العام، ونحبوا تلامذتنا تقرأ في ظروف طيبة ومربينا كذلك يخدموا في ظروف طيبة. اجتماع الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي فرصة جديدة لفتح قنوات حوار مع وزارة التربية. وفي ملف آخر، شهدت تسعيرة تلقيح ضد الحمى الشوكية ارتفاعا بما يقارب 3 أضعاف سعرها القديم. المقبلون على أداء مناسك العمر الذين توجهوا إلى معهد باستور لإجراء هذا التلقيح عبروا عن تفاجؤهم، فيما بررت كل من وزارة الصحة والمعهد هذا الارتفاع باعتماد صيغة جديدة للتلقيح يعوض اللقاح المتداول الذي تم التخلي عن صناعته. بمعهد باستور وأمام شبابيك الاستخلاص تفاجأ المقبلون على أداء مناسك العمرة والحج بارتفاع وصف بالضخم لسعر التلقيح ضد الحمى الشوكية بما يقارب 3 أضعاف السعر القديم. ياسر بنيتي نهار الخميس 42 الجمعة هذه 115، الزوال اش يعملوا برب؟ في ليلة ونهار معناتها زاد 73 دينار. بالنسبة للمواطن التونسي معناتها يعلم ربي بحاله كيفاش باش يلمد باش يمشي يعمل عمرة، نورمالمون تكون تسهيلات أكثر من ذلك. نسمعنا في الثنية جبنا الفلوس احنا بطبيعتنا، أول واحد ما عندوش فلوس ولا جايب كان اللي معناها مش جايب زايد معاه. غالي غالي أهم نسخيبش اللي باش يلسوم يطلعوا هكا. غالي الناس الكل تتشكى. شيء كبير هذايا، واحد على الأقل ماشي مرة في حياته العمرة. جي لياقة 115 دينار. ما نعرفش عنده ما يبرر وما عندوش. الإنسان إذا كان كما نقولوا تابع وزارة الصحة ما عندوش ما يبر، وما إذا كان يمر على حسب الأو إم إس مثلا ملزومين باش نتبعوا، معناها هذا تلقيح على مستوى عالمي.
وزير الصحة ومدير معهد باستور، وفي ردهما أكد أنه تبع لتوصيات التراتيب الصحية الدولية والسلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية، فقد تم اعتماد صيغة جديدة للتلقيح الخاص بالعمرة يعوض اللقاح المتداول الذي تم التخلي عن صناعته، وبناء على ذلك تم تعديل تسعيرة التلقيح ضد الحمى الشوكية بما يتناسب مع كلفة التزود باللقاح الجديد. وقع ترفيع في أسعار التلقيح، ولكن ما هيش نفس التلقيح، وقع تغيير التلقيح بمعناها بالتعامل مع المخابر معناها المختصة. إذا نتحدث على تلقيح متنوع أكثر وفيه دقة أكبر من حيث الوقاية، هو معناها مورد، فما إذا معناها أسعار تغيرت، فما عملة صعبة، فما وضعية متاع الدينار. الفاكسان اللي كان القديم اللي كان سومه أقل هو جلوسيديكس كون أبل، اللي هو عنده معناها يحمي ويعطي المناعة في مدة معينة اللي هي 3 سنين، وكان حتى في الافيكاسيتي متاعه ما كانتش معناها وماكسيموم. داكوردو تطور العلم، وفما معناها فاكسان جدد اللي نسميهم كونجوغي ضد فرد المرض، نحكيوش على مرض آخر، فرد المرض فاكسان كونجوغي اللي سور لو مارشي انترناسيونال في العالم السوم تاعو اغلى. هذا وقد اصدر معهد باستور بلاغا اكد فيه اعتماد صيغه جديده للتلقيح الخاص بالعمره ابتداء من 29 من مارس المنقضي واحتساب التسعيره الجديده. وفي إطار الإعداد النفسي والبدني للإحاطة بأكثر من 10,000 من المقبلين على أداء أركان الحج، أكد وزير الشؤون الدينية على جاهزية وزارتي الصحة والشؤون الدينية بالتعاون مع عدد من الهياكل لإنجاح موسم الحج. في خطوة للوقوف عند الإشكالات المسجلة في المواسم السابقة للحج، اختارت وزارتا الصحة والشؤون الدينية التبكير في الإعداد النفسي والبدني والتوعوي للإحاطة بأكثر من 10,000 من المقبلين على أداء أركان الحج، حيث أكد وزير الشؤون الدينية على جاهزية الوزارتين بالتعاون مع عدد من الهياكل فضلا عن حسن التنسيق مع الجانب السعودي لإنجاح موسم الحج. قلنا أن ننطلقوا في عملية توعية مبكرة في 10,374 الموسم الماضي، توا في 10,982 عدد البعثة المؤطرة للحجيج من مرافقين، من مرشدين، من صحة، من تونس الجوي، ارتفعت من 430 ارتفعت إلى 500، خاطر كانت فكرات مستوى النزول بين 4 و5 نجوم، ثم القرب الحرم، خاطر عملناه أبعد نقطة كانت 1150 متر تقريبا، أثناء أبعد نقطة هي 700 متر. في الغضون كشف وزير الصحة عن قرار الوزارة تخصيص 20% من الوفد الصحي للتركيز على صحة الحاج خلال فترة الذروة للحج، مشيرا إلى الإعداد البدني والنفسي لحجاج بيت الله الحرام عبر العمليات التحسيسية والتوعوية، بغاية أنه الجانب الصحي يكون فيه عناية بهم قبل معناها الانتقال إلى البقاع المقدسة أثناء أداء المناسك متاعهم، وحتى في الفترة القصيرة اللي تتبع عودتهم إلى أرض الوطن. قرار خذيناه سنة أنه مش يكون فما على الأقل 20% من الوفد الصحي مش يركزوا عملهم فقط على الإحاطة الصحية. عملنا التثقيف الصحي في المستوصفات، عملنا التحاليل وعملنا تلقيح، فما تلقيح يتعمل بعد شهر. 1149 هذوما فيهم 9 مالوريزمون طالعوا معناتها غير قادرين على أداء مناسك الحج. عندنا 158 وجهناهم العيادات اختصاص. عندنا 21 طبيب قاموا بتأمين هذه العيادات ونشكرهم، خاطر قاموا بالعيادات هذه في وقت قصير برشا. اللي ترفضوا هما يا إما معناتها أمراض قلب معناتها، وإلا فما أمراض أعصاب، فما تقدم كبير في السن. وأكد وزير الشؤون الدينية الحرص على القيام بعملية بيضاء لمساعدة الحاج على حسن استعداده لأداء أركان الحج بيسر. في اليوم الثالث لمنتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مثل القطاع الخاص ودوره التنموي الموضوع الأبرز في الندوات العلمية، حيث تم تقديم تجارب المؤسسات الاقتصادية في النهوض بمجتمعاتها. في ثالث أيام منتدى البنك الإسلامي للتنمية مثل القطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية المستدامة المحور الرئيس لتدخلات ممثلي أهم المؤسسات الاقتصادية والهيئات المالية العربية والدولية.
المؤسسة الدولية لتمويل التجارة إحدى أذرع البنك، أكدت مواصلة دعمها لتونس ولنسيجها الاقتصادي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة. نحن نعمل على أيضا إدماج برامج تنمية هذا القطاع من خلال توفير التدريب اللازم وتوفير المنح الفنية لدعم القطاع وبناء قدرات الحقيقة، سواء المستفيدين من التمويلات المؤسسة أو من خلال دعم أيضا المصارف. إحدى الآليات مثلا التي سنعتمدها ما يسمى بالفاليو تشين، اللي هي سلاسل القيم، يعني حتى ننظر في هدف تنموي معين ننظر من أوله إلى آخره، وبالتالي لابد من تحديد هذه الآلية اللي ستتبع الآن، لابد من تحديد الفاعلين في كل جزء من هذه السلسلة وماذا بإمكانهم أن يقدموا. إحنا كبنك الآليات اللي سنقدمها بناء القدرات للفاعلين على مدار السلسلة هذه كلها. اليوم إذا كان فما أفكار متاع مشاريع جيدة وطيبة وذات مردودية عالية فمش إشكالية في التمويل. تشوفوا كما المؤسسات العربية للتمويل كما البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له كلها تدعم الاستثمار وتمول كما المؤسسات الأوروبية للتمويل، لكن فما أفكار جدية يلزمها تطرح متاع استثمارات. المؤسسات المالية على غرار البنك الإسلامي للتنمية كانت سنداً تمويلياً لتسهيل ولوج عدد من الاستثمارات التونسية للقارة الإفريقية. كنا سباقين معناها في إفريقيا في ميدان الطرقات والجسور، الاستفادة منا بكون نعطيه مشاريعنا بالمناولة لا سوتريتونس لتكوين هك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. في الحقيقة هم كذلك قاعدين يعملوا في القارة الإفريقية وبنجاح. دور القطاع الخاص يتجاوز الفاعل الاقتصادي ليكون فاعلا اجتماعيا يساهم في منظومة تنموية متكاملة، وهو ما يستوجب إيجاد الإطار القانوني المناسب لهذا الدور. نجمو نساهمو في العديد من المشاريع اللي ربما الدولة ما عندهاش ميزانية ومش قادرة ان ربما تواكب او تصلح أو تطور المنظومة هذه في العديد من المناطق، سواء على مستوى المدارس أو المستشفيات. هذا اليوم مطلوب، تدخل القطاع الخاص فيه مطلوب، لأنه العديد من الشركات هذه مستعدة أن تدفع ومستعدة أن تساهم، وبالتالي لا بد من إضاء إطار قانوني جديد حتى يخول رجال الأعمال والقطاع الخاص أن يساهم في تطوير البنية التحتية في البلاد. إرساء منظومة شراكات ذكية ومتعددة الأطراف بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني اعتبرها المتدخلون الإطار الأمثل لتحقيق أهداف التنمية. وقد أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم صندوق علوم التكنولوجيا والابتكار الذي سيكون أداة لدعم الأفكار المجددة في البلدان الإسلامية والعربية من أجل النهوض باقتصادياتها وتحقيق التنمية المستدامة فيها. منصة علوم التكنولوجيا والابتكار هي من المشاريع الجديدة التي تتنزل في استراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الموجهة أساساً إلى حاملي الأفكار المجددة والناشئة والذين عادة ما يواجهون مشاكل في التمويل. وستتولى هذه المنصة، وهي عبارة عن صندوق تم إطلاقه من تونس، الوصول إلى المجددين من خلال خطة عمل مضبوطة. محتاجين إن الشباب، محتاجين المبتكرين، محتاجين أصحاب الدعم يسمعون هذا الصندوق ويقدموا، فاللي هي مفتوح لكل من عنده أفكار رائعة في مجال الطاقة، في مجال المياه، في مجال التعليم، الزراعة والبنية التحتية. الورشة التي تم خلالها إطلاق هذا الصندوق تحدثت عن المسائل التي قد تواجهها الفكرة لتصبح ممكنة، وهي إلى جانب التمويل البيئة الحاضنة للفكرة. أهم شيء من طرفي أنا إنه افتتاح المخ حتى الناس يقدروا يتكلمون ويسألون ويقولون لا هذا مش طيب نروح طريق ثاني. لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع لابد للدول الأعضاء أن تكون جاهزة عبر البنية التحتية اللازمة، سواء منها المؤسساتية أو منظومات البحث. ربما عليها أن تؤسس لمجلس أعلى للعلوم الذي يمكن من التنسيق بين هذا الصندوق والمستفيدين منه، وبذلك يمكن الحديث عن شراكة مربحة للطرفين. وبطبيعة الحال هذا سيمكن من استغلال استثمارات البنك بالطريقة المثلى.
وتمر التنمية المستدامة العنوان الأبرز لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عبر سبل كثيرة، أصبحت التكنولوجيا والتنمية البشرية من أبرز مقوماتها. في التنمية البشرية يعني التعليم، الرعاية الصحية، نظم الضمان الاجتماعي، وأيضا استثمار في البنية الأساسية. والبنية الأساسية اليوم كما تعلمين لم تعد فقط طرق وكباري وأنفاق ومباني، ولكن أيضا هي البنية التكنولوجية. لا يمكن لأي بلد أو قطاع أو شريحة من المجتمع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل منفرد. فرصة للحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتشاور بشأن أنجع سبل للعمل معا من أجل التنمية المستدامة. مبادرة الشراكة التي تدعو إليها مجموعة البنك بين الدول الأعضاء وبين مكونات المجتمع الواحد تجعل من تلك المتآزرة أكثر متانة في وجه الصدمات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة وفق الخبراء. واستقبل رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي اليوم في قصر قرطاج الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمن الذي يزور تونس للمشاركة في الاجتماع السنوي 43 للبنك الإسلامي للتنمية. وقد نوه رئيس الجمهورية بالمشاريع التنموية المزمع إنجازها من قبل البنك في عدد من المناطق الداخلية، كما تطرق رئيس الدولة إلى التغييرات السريعة والعميقة التي تمر بها المنطقة داعيا إلى ضرورة الإسراع بمعالجتها عبر الحوار والتدرج في إيجاد الحلول الملائمة لها. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكد من جهته أن تونس تشق طريقها نحو الاستقرار والتنمية، خاصة بعد أن تمكنت من تحقيق مكاسب في مكافحة الإرهاب والتطرف، مبديا استعداد المنظمة لمزيد التعاون مع تونس في هذا المجال وفي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. تحدثنا عن أهمية أن عقد جملة من المؤتمرات والندوات ليس فقط في المجال السياسي ولكن أيضا في المجالات الاقتصادية والمجالات الإنسانية والمجالات الثقافية والمجالات الاجتماعية. ولا أذيع سرا بأن أقول أن فخامة الرئيس ذكر لي بالتحديد أن تونس ترحب بعقد جميع المؤتمرات والندوات تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي في تونس. تشهد تطاوين عودة نسبية للحركة، ذلك على إثر احتجاج شباب الجهة الذين طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين خلال اعتصام الكامور وأيضا بتفعيل قرارات اتفاق الكامور. مع استمرار تمسك شباب اعتصام الكامور بمطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح الموقوفين وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، غدا يوم من التحركات الاحتجاجية تشهد مدينة تطاوين منذ الساعات الأولى من هذا الصباح عودة تدريجية للحركة العادية. المطالب نتاعنا واضحة، هي تطبيق بقية اتفاق الكامور، هذا مما لا شك فيه وما نشبش نتراجع عليه. نحن ما زلنا معنا تنسيقية قائمة الذات، ما زلنا نتبع وما زلنا نراقب في القرارات. القرارات ما نجموش نقول انتهت معنا طبقت كلها، لا، ما زال فيه اللي ما تطبقش. وفيما طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين شباب المنطقة بتوخي السلمية في الاحتجاج ورفضه غلق الطرقات، دعا المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الحكومة والسلطات الجهوية إلى تحمل مسؤوليتها وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه في 16 من شهر جوان الماضية. المحضر الاتفاق الممضى من طرف الأخ الأمين العام والسيد يوسف شاهد رئيس الحكومة في النقاط اللي وردت تشهد بعض النقاط تعطيل إلى حد الساعة، وإحنا طالبنا عديد المرات إلى عقد جلسات دورية لتفعيل النقاط اللي وقع معناها بطء فيها، لمعناها إعطاء رسائل إيجابية لشبابنا بجهة تطاوين. موقفنا كاتحاد ضد معناها غلق الطرقات بكل معناها لطف. أطلب من شبابنا بجهة تطاوين أنهم يتجنبوا غلق الطرقات. وصلنا حاليا أكثر من 80% من المنتدبين الجدد يعني شدوا بلايسهم ويخدموا فعليا، وإن شاء الله يعني بالنسبة للمناظرة الثانية اللي هي تهم 920 عون تنفيذ و80 إطار، طبعا هي أوكلت مهمة الفرز الترشحات والإعلان عن النتائج لمكتب دراسات مختص. هدوء حذر يسود المدينة في انتظار تفاعل الحكومة والسلطات الجهوية والاستجابة لطلبات المحتجين، ولا سيما إطلاق سراح الموقوفين وتنفيذ اتفاقات الكامورة.
عدا نشاط ميناء رادس التجاري منذ يوم الأحد بعد إضراب نفذه أعوان شركة تونسية للشحن والترصيف على امتداد يومين، جولة في هذا الميناء ووقوف على النقائص وما طالب الأعوان فيه. نتابع. هكذا كانت الحركية اليوم بالميناء التجاري برادس بعد توقف عن العمل سببه إضراب بيومين نفذه أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف يومي الجمعة والسبت الفارتين. استئناف العمل وجولة في رادهات الميناء أكد من خلالها المستجوبون من عملة ونقابيين أن الوضع كارثي في هذا الميناء. الوضع في ميناء رادس وضع كارثي. علاش وضع كارثي؟ جاء توا من 97 ويجي ما زدناش في الطريفة. توا جيت عملت لك ثلاثة محاضر، قلنا يجي أخويا نزيدوا الطريفة، الطريفة هذية نزيدوا 10% 20%. هذية راهي ماهيش باش تزاد الخدم، باش تزاد بوضعية الشركة، باش الشركة تقوم كيما نقولوا على أحسن ما يرى. الميناء هذايا توا حاليا فيه ثلاثة أرصفة، معناها على الورق ثلاثة أرصفة معدين لاستقبال البواخر هذه نتاع الحاويات، لكن الثلاث ارصفه هذوما ما يشتغلوش كلهم، ولا بد واحد اثنين فيهم معطبين. ايه شنو ذنب العوان؟ العوام نتاع الارضيه اللي نعيشوا فيها ارضيه معناها توتالمون امورتي، دونك مما يتسبب في الماكينه تطيح لي اونبان، عجله ترشق. كنت تشوفوا معنا ديجا عملتوا دي فوتو على صور الميناء. رئيس المدير العام للشركه التونسيه للشحن والترصيف اكد انه يعمل وفق برنامج اصلاحي لانقاذ الشركه والحفاظ على ديمومتها، واعدا بتلافي هذه النقائص واعطاء صوره اخرى للميناء مع موفى شهر أوت على أقصى تقدير. في القريب العاجل مشكلة بورت رادس مش تحل في جزءها الأول، إلى أن يأتي الجزء الثاني اللي هو البرنامج والمشروع اللي أنا عليه السيد رئيس الحكومة، ألا وهو الويت والنف. وبحول الله من هوني في آخر جويلية أو أوت يكون المشروع تام ويكون بورت رادس غير الصورة اللي تشوفوا فيها توا. والي بن عروس عبد اللطيف المساوي أكد عقب زيارة للميناء أن الدولة استثمرت الكثير في البنية التحتية والتجهيزات للميناء، متوقعا أن تتطور مردوديته الاقتصادية مع انتهاء الأشغال، واعدا بتلافي النقائص الموجودة في المستقبل القريب. مش معقول باش فضاء كما فضاء ميناء رادس يبدأ ما فيهوش فضاءات للراحة، ثم عديد النقائص. كان موضوع عدة محاضر قبل، وإن شاء الله باش نحرصوا على تفعيل هذه النقاط الاتفاق اللي حاصلة قبل. معاينة للميناء وأشغال قيد الإنجاز قد تغير صورة شريان حيوية للاقتصاد التونسي. إلى مجلس نواب الشعب، وفي إطار الاجتماعات الدورية التي تم إقرارها منذ فترة بين رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، اجتمع صباح اليوم مكتب المجلس بكل من رئيس الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية لتحديد الأولويات التشريعية لهذه المرحلة والمصادقة عليها. تلسانة من مشاريع القوانين في مجالات مختلفة هي بحوزة مكتب مجلس نواب الشعب، تم عرضها في هذا الاجتماع الدوري على رئاسة الحكومة بهدف ترتيبها وفق الأولويات التي تفرضها المرحلة. وقد تم الاتفاق على تسريع النظر في العديد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والتنظيمية. تحدثنا في كيفية تعديل ربما الأولويات، فما قوانين اللي عندها أولويات أكثر من غيرها، هي لا اتفقنا فيها وضبطناها مع السيد رئيس الحكومة. مثلا موضوع محكمة المحاسبات اللي هي موضوع مهم، موضوع قانون الطوارئ، قانون الميزانية. الحكومة قدمت معناتها رزنامة التشريعية اللي تشوفها حسب أولوية النظر، اللي فيها مجموعة من القوانين اللي تتعلق بالتصنيفات اللي شافتها تونس. مثلا فما مراجعة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، فما قانون السجل التجاري، فما عديد من القوانين اللي تتعلق بالبنوك العمومية وتعزيز الدعائم المالية متاعها، واللي هي عندها أيضا طابع استعجالي. كما تطلقت جلسة العمل الدورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى جملة من القضايا المتعلقة بسير أشغال مجلس نواب الشعب ومدى ممارسته لمهام
مهامه اللقبية. أهم حاجة أنه كانت فما إرادة مشتركة لتعزيز العمل وتسريع وتيرة العمل، والحكومة خذت أيضا تعهد في تسريع النظر في الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفهية لمزيد السماح للمجلس بالقيام بدوره. أيضا تم النظر في عملية التسريع في إصدار النصوص الخاصة بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب. المهم أكدنا على مزيد التنسيق، ضرورة التنسيق، التواصل التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وعلى أساس أن نقدموا إلى الأمام ونحقوا فهمتي ولا ما يستجيب، ما يمكن من الاستجابة إلى طلبة الشعب وإلى رغبة المواطنين في أن مسيرة البلاد تتواصل. جلسة عمل دورية خلصت إلى أن هناك إرادة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحسين وتيرة العمل التشريعي والتسريع في سن القوانين ذات الأولوية في هذه المرحلة. نبقى في مجلس نواب الشعب، حيث أعلن النائب علي بنور تقديمه لاستقالته من كتلة أفاق تونس، ما ترتب عنه حل الكتلة نظرا لعدم كفاية عدد النواب، في حين تم الإعلان من خلال ندوة صحفية عن كتلة نيابية جديدة وهي كتلة الولاء للوطن. حركية جديدة على مستوى الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب، فما بين كتلة تنحل إلى كتلة أخرى تولد وتتراءى للعلن. تباينت الصورة وتأرجحت، فالكتلة النيابية الولاء للوطن أعلنت عن رغبتها في إعادة العمل البرلماني إلى مساره الطبيعي. نأمل أن زملائنا النواب من كتل الأخرى ولا من غير المنتمين، أن هذه رسالة نبعثها للناس كل، نشتغل مع بعضنا على أنه النائب يرجع لمكانه الطبيعي، مكانه الحقيقي، مكانه المنطقي، اللي هو نائب شعب قبل ما يكون نائب حزب. أردنا أن يكون هناك إطار قانوني هيكلي للنائب في أن يتحدث وأن يتخذ موقفه بحرية. المفروض أنه يقع اتفاق أو محاولة إلى تقريب وجهة النظر، هذا ما تعهدنا به مع بعضنا البعض. هناك محاولات، ستكون محاولات لتقريب وجهة النظر، ولكن هذا لن يمنع النائب الذي ينتمي إلى الكتلة من أن يعبر عن رأيه وأن يتخذ الموقف الذي يراه. في حين تقدم النائب علي بن نور عن كتلة أفاق تونس باستقالته من الكتلة والحزب، ما ترتب عنه حل الكتلة النيابية نظرا لوجود استقالات سابقة. وقد أرجع بن نور إلى وجود خلافات تعود إلى فترة المؤتمر الأخير لأفاق تونس. قررت أنا باش نخرج من الكتلة دي لأنه قناعات ذاتية قبل كل شيء، وقررت باش نخرج الآن من الحزب لأنه أعتقد أن الحزب لن يعد يمثلني، ونتمنى لهم التوفيق. احنا زادة حبينا نعلن استقالتنا من جميع هياكل الحزب لأسباب تعود إلى ضعف الحوكمة والانفراد بالرأي وتهميش النائب في الهياكل التنفيذية للحزب. مش بالضرورة فما وجهة، الضرورة أنه إنسان يكون مرتاح ويكون عنده استقلالية، يكون عنده قيمة في الجهة متاعه، خاطر هو نائب شعب قبل ما يكون نائب حزب. استقالات وتكتلات حزبية ونيابية إضافة إلى تعهدات ووعود على المحك ستحسمها الأيام القادمة بكل ما تحمله من استراتيجيات وخطط. تم إقرار عنوان مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية عند التصويت عليه في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، في حين أسقط التصويت الفصل السادس من مشروع القانون الأساسي للجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. هذا والتزمت الحكومة بتقديم مقترح جديد إضافة إلى عدم تمكينهم من مقابل مادي، كما تم إسقاط الفصل التاسع بالتصويت. جلسة التصويت سبقتها جلسة لجنة التوافقات، وقد تجاوز الإشكال الحاصل بخصوص الاستفتاء. بعض الخلافات تم تجاوزها خلال جلسة التوافقات متعلقة أساسا بمسألة الاستفتاء، وتم تعديل المشروع النص المقدم من المجلة بناء على توافق كل الكتل. بالنسبة لبرنامج العمل انطلاقا من يوم الغد، ستخص جلسة صباحية لإجراء التوافقات، فيما ستنعقد الجلسات الجلسة العامة للتصويت على فصول المجلة في جلسات مسائية تمتد على 6 ساعات مثل ما تم الاتفاق عليه داخل مكتب مجلس نواب الشعب.
قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إن الوزارة أصدرت بلاغاً تذكر فيه الأحزاب السياسية بضرورة تقديم تقاريرها المالية. هذا أهم ما جاء في مؤتمر صحفي عقد للغرض. ليس من المعقول أصلاً أن لا يقدم تقاريره المالية سوى ما يناهز 30 حزباً من جملة ما يفوق 200 حزب، على الرغم من مرور 7 سنوات على إصدار المرسوم المنظم للأحزاب السياسية. هذا ما قاله وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في مؤتمر صحفي. وكذلك اللي سيصدر اليوم هو بلاغ بدون ذكر أي اسم أي حزب، هو بلاغ لكل الأحزاب السياسية يذكرها بمقتضيات المرسوم ويطلب منها إيداع تقاريرها المالية، وهذا جوهر الخدمة. بن غربية قال أيضا أن الوزارة تعكف الآن بمعية ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات على صياغة مشاريع قوانين منظمة للأحزاب السياسية والجمعيات، وأنها استكملت جميع مشاريع قوانين للهيئات الدستورية، ولم يبقى سوى إجراء تعديل على القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يقعد فقط احنا قاعدين نشتغلوا على تعديل قانون هيئة الانتخابات. القانون هذا التعديل هذا باش تكون موافقه للاحكام المشتركه، وكذلك نتجاوزوا بعض الاشكاليات اللي جليناها في الليزي من باب انتخاب الرئيس وغيره. نحن بالطبع ننتظر انتهاء الانتخابات البلديه ان شاء الله نهار 6 ماي. وزير العلاقه مع الهيئات الدستوريه والمجتمع المدني اضاف ايضا ان الوزاره ستتفاعل ايجابيا مع مكونات المجتمع المدني الساعيه الى مؤسسه الحركات الاجتماعيه لدفع الاحزاب لقدم تقاريرها المالية. شيع اليوم جثمان النقابي والمناضل الحقوق الفقيد صالح الزغيدي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جبنيانة من ولاية صفاقس بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والنقابية والسياسية. الفقيد عم صالح الزغيدي وفاته المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه رجعوا. ثم انتقل في أول الدفعات للدراسة بجامعة القطية حتى يسقي فيها بدمه. وقد وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برقية التعزية إلى أرملة الفقيد وكافة عائلته، وأكد رئيس الدولة أنه تلقى ببالغ الأسى نبأ رحيل المناضل صالح الزغيدي، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فراديس جنانه، كما تقدم بأحر التعازي إلى كل من رافقه في مسيرته النضالية الحافلة. دوليا، تستضيف العاصمة التركية أنقرة غدا قمة ثلاثية تركية روسية إيرانية بشأن سوريا. يأتي ذلك في أعقاب هزيمة المعارضة السورية في معركة الغوطة الشرقية وتوتر العلاقات بين أنقرة وفرنسا والولايات المتحدة حول الوجود الكردي على الحدود السورية التركية. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة التركية أنقرة التي تستضيف قمة ثلاثية تجمع بوتين بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني لبحث الملف السوري. وكانت روسيا وتركيا وإيران توصلت في منتصف العام الماضي إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مناطق آمنة في سوريا وإبرام اتفاق مناطق خفض التوتر في مناطق سورية جرى تعزيزه ضمن محادثات أستانا المتتالية. وترعى الدول الثلاث محادثات أستانا التي عقدت أول مرة في جنوب العام الماضي 2017 بمشاركة الولايات المتحدة وممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة السوريتين. وكانت مدينة سوتشي الساحلية الروسية استضافت في ديسمبر الماضي مؤتمر الحوار الوطني السوري، وذلك قبل نحو شهرين من زيارة أدها بوتين إلى طهران لكسر عزلتها الدولية وبحث ملفات ساخنة كان أبرزها ملف الأزمة السورية. وتأتي القمة في أعقاب انسحاب المعارضة من الغوطة الشرقية آخر أكبر وأقرب معاقلها من العاصمة دمشق، وبعد استعادة القوات السورية المدعومة بطيران الجو الروسي السيطرة بالكامل على المنطقة وكافة الطرق الرئيسية وصولا إلى الحدود العراقية في تطورات ميدانية وعسكرية تغير معادلة الصراع الدائري في سوريا منذ 8 أعوام. القمة تتزامن أيضا مع تصاعد التوتر بين تركيا وكل من الولايات المتحدة وفرنسا بشأن التواجد الكردي في منطقة منبج على الشريط الحدودي السوري الشمالي مع تركيا، وهو ما يفتح باب التوقعات أمام مواجهة عسكرية محتملة بين الجيش التركي الذي يحتل المرتبة الثانية بين جيوش حلف شمال الأطلسي من حيث العدد وبين أكبر قوتين عسكريتين في الحلف.
في أخبار الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها تواصلت إلى اتفاق مع نظيرتها التركية يقضي بإقامة مباراة ودية تجمع نسور قرطاج بالمنتخب التركي في غرة جوان المقبل بسويسرا، لتكون المواجهة الثالثة التي ستخوضها العناصر الوطنية في تربصها الأخير قبل مونديال روسيا، ذلك إلى جانب مباراتي البرتغال وإسبانيا. تقام غدا مباريات الدور الربع النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم، والتي يتصدرها كلاسيكو النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي الذي سيدور دون حضور الجمهور، فيما ستجمع بقية اللقاءات بين أندية تنتمي إلى الرابطة الأولى وفرق من الأقسام السفلى تسعى إلى مواصلة تحقيق المفاجآت. قرعة ربع نهائي كأس تونس حتمت على النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي أن يتواجها في كلاسيكو سيبحث خلاله الطرفان على تدارك عثرتيهما في البطولة ومواصلة البحث عن لقب ينقذ الموسم الرياضي. حامل اللقب فريق باب جديد سيكون محروما من جماهيره إثر قرار الرابطة بلعب ثلاث مباريات أمام مدارج خالية، إلا أن أبناء مارشون يطمحون إلى تأكيد نتائجهم الجيدة هذا العام أمام الكبار وتحقيق تأهل يعزز حظوظهم في التتويج باللقب الثالث عشر في المسابقة. أما نادي صفاقسي فيسعى بدوره إلى تجديد العهد مع لقب أحرزه آخر مرة عام 2009، كما يتطلع زملاء علاء المرزوقي إلى تأكيد تميزهم خارج أرضية ميدانهم في الكأس، إذ عاد فريق عاصمة الجنوب بورقة التأهل من بنجردان والمنستير في الأدوار السابقة. ولأول مرة منذ 5 سنوات يشهد دور الثمانية حضور 3 فرق لا تنتمي للرابطة المحترفة الأولى. مستقبل الرجيش المنتمي للرابطة الثالثة سيستضيف النجم الساحلي صاحب 10 ألقاب في مباراة أجوار ستكون احتفالية لأصحاب الضيافة الذين حققوا المفاجأة بإقصائهم لفرق النخبة على غرار نجم المتلوي. من جهته سيكون النجم العلوي أمام فرصة لكتابة سطر جديد في تاريخه عندما يواجه مستقبل جابس الساعي إلى بلوغ المربع الذهبي لأول مرة وتفادي الإقصاء أمام منافس قادم من المستوى الثاني للرابطة الثالثة، أساحة أندية تمتلك تقاليدا في المسابقة أبرزها الملعب الجابسي. وبملعب نجيب الخطاب يلاقي اتحاد تطاوين الذي ينافس من أجل العودة للرابطة الأولى النادي البنزرتي المتوج بلقب الكأس في 3 مناسبات، مواجهة لن تخضع لأحكام مسبقة نظرا للأداء الذي يقدمه اتحاد تطاوين والذي مكنه من التأهل على حساب أولمبيك مدين في ثمن النهائي. إلى التذكير بالعناوين. الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تبدي استعدادها لمزيد التفاوض مع سلطة الإشراف حول المسائل العالقة وتنفي أي إمكانية لسنة بيضاء. الترفيع في تسعيرة التلقيح ضد الحمى الشوكية يفاجئ المعتمرين، ومرده اعتماد صيغة جديدة للتلقيح وفق وزارة الصحة ومعهد باستور. والاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يبحث في يومه الثالث دور القطاع الخاص في التنمية. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في.ان. بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.